هوياتنا المصرية هي اللي بتميزنا عن أي بلد تانية في العالم. من أيام أجدادنا الفراعنة هوياتنا كلها تسامح وتقبل الآخر واحترام الكبير وتقدير المرأة، وهي المرجع اللي بنرجع له في كل تصرفاتنا. هوياتنا بنت أعظم حضارة على الأرض، وهي اللي بتعيد بناء حضارة جديدة دلوقتي، وهي أقوى سلاح في مواجهة الإرهاب. عشان كده انتصرنا عليه زمان وبننتصر دلوقتي، وهننتصر لو فكر يرجع تاني. وعشان نفضل محافظين على هويتنا دي لازم يكون عندنا نشاط مجتمع مدني قوي بيساعد المجتمع والدولة بشكل عام، عشان نفضل متمسكين بهويتنا المصرية. وده اللي هنعرفه من ضيفنا النهاردة اللي منور الاستوديو، وهو دكتور حسام عيسى، أمين عام جبهة الهوية المصرية وباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. زي حضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك. أخبار حضرتك إيه؟ تمام والحمد لله. والله الحمد لله. يعني إيه هوية مصرية؟ والله الكلمة، يمكن الهوية دي كلمة بتقول فيها هي تاريخ، بتقول فيها إنها سمات حقيقية للمجتمع بعينه. يمكن المجتمع المصري من تاريخه زي ما تفضلتي قلتي إن فعلا هو تراث حقيقي من بناء حضارة فرعونية حقيقية فيها سمات مشتركة بتحاول فيها تبني فعلا حاجة للإنسانية، حاجة انضباطية بتحدث للمجتمع بشكل تناغمي، بشكل نقول قوي، بدون نقول فعل خارجي، ولكن بتبقى حاجة نابعة من الأصول الذاتية للإنسان، بتحدث فيها الهوية بمعنى حقيقي عشان تحقق فعلا حاجة اسمها المصلحة المشتركة. طب ايه دورنا احنا كاعلام ودور المجتمع المدني ان هو يثقف المواطن البسيط؟ في مواطن بسيط ممكن يبقى عنده مش تذبذب، خلل، ممكن حد يشككه في هويته، ما يبقاش رافع راسه في السماء ان هو هويته مصريه. تمام. ايه دورنا؟ سؤال حلو جدا. هو ده فايده الهويه. خلينا نتفق الاول صفات او مميزات الهويه. ده شيء جميل جدا. احنا هضمنا حضارات كتيرة، هضمنا احتلالات كتيرة، ولكن حافظنا على هويتنا الحقيقية، نقول الدينية بكل تواجدها ما بين يهودية ومسيحية وإسلامية، بين حضارات فعلا جت على مصر، ولكن الإنسان المصري هضم هذه الحضارات والديانات وأخرج لنا هوية حقيقية. ولكن الهوية فعلا محتاجة شيء من التخطيط وشيء من القوة عشان تجابه به أعداء، أو نقول أعداء أي دولة ممكن عشان ترتقي لأفضل لابد لها بمعدن قوي من الهوية. أصل الهوية المصلحة المشتركة المتناغمة بداخل الإنسان وضوابطه عشان فعلا تبني حضارة جديدة. ده يرجعنا ليه مصر ما عملتش حضارة من بعد الحضارة الفرعونية. يمكن من أول بداية الهكسوس، وده تاريخ بسيط يعني، لغاية نقول ثورة جمال عبد الناصر أو ثورة مصر، ثورة يوليو 1952 مع جمال عبد الناصر، مصر لم تنل الحرية الاجتماعية بشكل واضح والحرية الاقتصادية بشكل ضمني. كده أو نقول المحتلين، رغم إحنا كالإنسان المصري احتفظ بقوته وبصلابته إنه يحافظ على هويته بمعادنها وبتراثها، ولكن حاول نقول المحتل أو الحضارات التي احتلت مصر في كل هذه الحقبة إنها تنزع مننا هويتنا، وده شيء أثر بشكل فعلي جدا. دكتور حسام، إحنا زمان كنا بنحتل أرض، دلوقتي بنحتل فكر. دلوقتي المواطن البسيط، الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي في بيوتها، ممكن يكون مش كل الناس بتتعلم على مستوى ثقافة زي حضرتك وزي أي قوة مدنية بتحفز الهوية المصرية، مش كل الناس بتوصل للمستوى الثقافي ده. إزاي نوعيهم؟ ودورنا إحنا إيه نوعيهم نلحقهم أو نحميهم من التطرف الفكري؟ جميل جدا. المواطن البسيط محتاج ان احنا نبقى سبورت ليه اكتر. جميل. عشان نخلي الكلام واضح او سلس او يوصل للانسان البسيط، خلينا نحط شويه قواعد. بس خلينا اول نحط قاعده ونبتدي منها عشان نعرف اين نحن ونبتدي ازاي. النهارده فعلا مصر تعاني
من أزمة هوية حقيقية، في تشتت فكري ما بين الأطراف أو أطياف المجتمع كاملة يعني، ولكن هناك في عصب داخلي يخلينا نجتمع ساعة نقول ساعة المحن، ولكن الحضارات تبنى في حالة الاستقرار أيضا. يعني ساعة المحن لما جه 30/6 انتفضت الهوية المصرية بمعنى الكلمة، شفنا كل دي معنى من معاني الهوية الحقيقية، شفنا الكبير والصغير والعجوز والمريض، وشفنا المسلم جنب المسيحي، وشفنا البنت جنب الشاب، شفنا حالة من حالات الهوية الحقيقية اللي فعلا ادت حاجة معنى لما حست مصر فيها في جزء من الارهابيين يختطفوا الحالة في مصر، انتفضت الهوية وعبرت معانيها في 30/6. ويمكن انا اذكر كمان اكثر، ويمكن اعمل بحث في الموضوع ده، على يوم التفويض اللي قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، ده يتلخص في معنى الهوية كيف تتناغم وتلتحم مع النظام السياسي له، وهي دي قوة الهوية، وهي دي بداية بناء الهوية الحضارية الحقيقية. يبقى الأول خلينا إن الهوية أعلنت ساعة لما يكون في صعاب للدولة فانتفضت، ولكن الحضارات تبنى في حالات الاستقرار. نحن في حالة من الاستقرار الآن، هنقول استقرار سياسي، استقرار اقتصادي، ولكن على المجتمع المدني أن يفعل ويتناغم مع هذا الوقت فعلا. دكتور حسام معلش، المواطن البسيط مش هيفهم اللي احنا بنقوله ده، انا مش عايز اطلع اتكلم بلغة عربية واقول له كلام كبير قوي فالمشاهد يتخض مني يقول الناس دي بتتكلم كلام كبير، بس انا مش فاهم حاجة، انا مش عايزة كده، انا عايزة ببساطة شديدة احنا كقوة مدنية نوعي ازاي الشباب البسيط اللي الارهاب بيجي يعمله غسيل فكر ويخطفه مننا وينشئ في أرضنا وبلادنا إرهابي مصري. نعم. ياخده يسلبه هويته. أيوة. يسلبه فكره ويزرع فيه الاستبداد والإرهاب، يقول له يلا انطلق بقى إيه، احرق بلدك. لا، أنا عايز اللي بيتفرج علينا يبقى عنده وعي وجداني، بلاش ثقافي. الثقافي بنقول المواطن البسيط، المواطن المثقف زي حضرتك عارف قاري بيفهم كلام أي دكتور بيناشد في دورة في ندوة. وأبسط مثال لينا وأعظم مثال لينا رئيسنا عبد الفتاح السيسي. نعم. عمرنا ما شفنا الرئيس بيتكلم بلغة عربية في أي مؤتمر شباب، بيهزر وبيضحك بيتكلم، بيخلي أي مواطن بسيط سواء توك توك سواء ميكروباص صنايعي عامل أي فئة يفهمه ويحب الكلام عشان هو فهم ومش هينساه، مدام فهم مش هينساه. فإيه اللي بتعمله الجبهة، جبهة الهوية المصرية، حضرتك أمين عام عنها، إيه اللي بتعمله المواطن البسيط؟ ندوات؟ يعني مش هنقول مهرجان، يعني وعي ثقافي، ندوة وعي ثقافي. حضرتك ممكن تشرح لنا الحتة دي عشان المواطن البسيط أنا عايزاه يستفاد من الحلقة. بس خلينا نحط برضو إيه بعض من المبادئ أو نقول بعض من الأسس، إن الهوية من أساسها هي اللغة. لو فرطنا في هذه اللغة فرطنا في جزء هام جدا في الهوية. لا، ما بقولش نفرط في اللغة، بس لا، عشان بس هنتكلم بالعربي مش باللغة العربية. توضيح، كل ما رجعنا للأصول الفكرية والعقائدية هنوصل لحالة استقرارية مهمة. الحاجة الثانية في علم الاجتماع أو علم الاجتماع السياسي أو في داخل أي اجتماع، إن هناك أو نقول بلاش نتكلم بلغة عربية، أو في بعض من الناس القيادات اللي بتوصل الفكر للفكر، هو ده اسمه تسلسل الأفكار في المجتمعات. سعادتك بتقولي فكر بيوصل لحقبة من الناس أو طائفة أو قيادات معينة، هذه القيادات بتوصل لقيادات أخرى. بمعنى إيه؟ لابد أن يحصل فيه مصداقية، لازم يكون في كلامي أنا طالع، بمعنى مش أنا برص كلام أو بقول شوية عبارات باللغة العربية فقط بدون أنا مؤمن بيها، ولكن على المؤمن بفكرة إن لابد أن يديها بشكل محترم عشان قد إيه الموضوع ده مهم وحيوي جدا. عشان كده بتوصل لمرحلة من القيادات
أو القيادات الطبيعية اللي موجودة عشان تاخدها وتوصلها. الحاجات اللي احنا عملناها بنقولها لحضرتك دي، ده ملخص أبحاث احنا عاملينها في جبهة الهوية، إزاي نقود أو إزاي نتخلل، إزاي المجتمع نوصله عشان يحافظ على الهوية. يعني بداية طبعا أنا عايز بس أقول بس يعني حاجة صغيرة أو توضيح عن جبهة الهوية المصرية. طبعا هو رئيسها السفير محمد العرابي وزير خارجية مصر الأسبق، في حقبة أو نقول مجموعة من الدكاترة أكثر من 76 دكتور على المستوى الجامعي والمستوى الفكري في جميع نقول الكليات المتواجدة في مصر، دول يعني ادونا ازاي المنهجية اننا نقول نوصلها ان العلم يحصل فيه تسلسل، انا اقوله بطريقة وبعدين حد ياخده تاني ينقله بطريقة تانية توصل لغاية ابسط حاجة، ولكن لابد في المعلومة تكون صادقة. ودي من الحاجات اللي احنا عملناها فعلا. يمكن احنا بدينا وحاولنا ازاي نوصل التوعية، وده اسلوب لاسلوب علمي كيف مهم ده اتبعناه الاسلوب العلمي عشان نتبع فيه يوصل لعامة الشعب، لابد ناخد من القيادات الفكرية في المجتمع الطبيعي. بمعنى احنا ابتدينا مثلا في 2015 في كليات اقتصاد وعلوم سياسية. ليه الجزئية دي وليه بدأنا في الحتة دي؟ أول حاجة طالب اقتصاد وعلوم سياسية بيدرس النواحي السياسية بتاعت المجتمع وعارف تأثير السياسة. السياسة مش معنى حزب أو ده، لا، تأثير الفكرة في المجتمع، فده بيسهل علينا الأمور. طالب اقتصاد وعلوم سياسية طالب نابغة، طالب شاطر مجتهد، درجاته بياخد فيها 98%، عنده المجتمع بيثق فيه، أسرته بتثق فيه، لابد من القيادة يكون فاهم وحد يثق فيه. يمكن بتزرعه فيه ان هو يوصل بالزبط لاجيال. بالظبط. خلينا حاولنا نخلي طلبة اقتصاد علوم سياسية تكون هي المنارة او هي الشعاع او هي الاداة العلمية او المنارة الاعلامية ان هي توصل في المجتمع كله، بان هو ليه علامات مميزة. اول حاجة بيدرس، بالاضافة لتوجيهنا التوعوي، بالاضافة ان هو اصلا نغبيها في اسرة، اسرته بتحترمه، المجتمع بيحترمه عشان يوصل. عشان توصلي معلومة لازم فيه جزئين، الثقة والادراك للمحيط اللي حوالين منه. فده اللي عملناه في الاول عشان، وده دشناه بالمناسبة كانت الدكتورة هالة سعيد ساعتها كانت عميد كلية اقتصاد وعلوم سياسية اللي هي وزيرة التخطيط الان، وده كان في مدرج في قلب كلية جامعة القاهرة، ويمكن حضر فيه اكتر من نقول حاجة 76 دكتور واكتر من اعضاء برلمان، اكتر من حوالي 38 نائب في البرلمان، كل دول كان بيشاركوا في الهوية. اول حاجة عشان نقول احنا نعمل ايه، لابد المشاهد يعرف قد ايه الخطر اللي بيجي علينا من عدم وجود هوية. احنا بنعاني من ازمة هوية حقيقية في حالة، خلينا بس نركز في الجزئية دي، عندنا ازمة هوية. يعني ايه ازمة هوية عشان الناس تفهمها؟ احنا متضاربين الافكار، كل واحد عنده فكر ولكن في قلبه وطن، في قلبه وطن حقيقي بيحب البلد أينما يكن الإنسان، ولكن متضاربين الأفكار. أنت عندك فكر وأنا عندي فكر، ليه بقى؟ إن يعني مصادر الأفكار بتاعتنا مختلفة. ليه؟ لأن إحنا الآن اتجهنا الإشاعة هي اللي بتحركنا، عدم الفكر بيحركنا، عدم الاستوساق من المعلومة بيحركنا، كل واحد بياخد معلوماته من جهات أو من روافد أو من طرق فعلا حقيقية بيبقى فيها مصداقية في التعامل. فلازم نعترف ان في طوائف كتير او يعني نقول بعض من الافكار كلها مختلفه. لو قلنا مثلا على اي مشكله بتواجه المجتمع وطرحناها هنلاقي بالظبط 100 مليون راي في كلمه موجوده في بين الناس كلها. لما يجي الفريق القومي بيتدرب هتلاقي 100 مليون مدرب، 100 مليون حسن شحاته، هتلاقي كلنا بنقول ده غلط ليه وده بيعمل ليه وده ليه بقى ده، كلنا كل واحد فينا بقى رايس في حتته، بقى شايف ان هو رايس خلاص. بالظبط، واخده بالك؟ صح. ولكن هي تخصصات. صح. ما ينفعش الدول تاتي بالمؤسسات، تمام؟ وكل وبعدين فكره عدم قبول الراي والراي الاخر، وفي حاجه، في حاجه لازم نتعلم ان الانسان لا يمكن يعرف كل حاجه. لا، عشان انا ارتقي بنفسي اكون متخصص جدا في شيء معين، يحصل في حاله من التكامل. في حديث عن الرسول بيقول بما معناه ان الانسان اللي احنا كلنا كبنيان جنب بعضينا، تمام؟ وما قالش المسلم بس، قال كل اطياف المجتمع، طوبه جنب طوبه بتبني مجتمع قوي.
تعرف يا دكتور برضو من أهم النقط بيتهيالي إن هو التسامح النفسي. يعني لا يعني بلاقي ناس كتير ما بيبقاش عندها تسامح نفسي، دايما ناقم على عيشته، ما عندوش رضا، يقول لك انا ليه ربنا خلقني كده، انا ما شايف ده بياكل وبيشرب وبيروح وبيجي ومعاهم قد كده، وممكن وممكن هو سامعنا دلوقتي يقول لك اللي قاعده بتتكلم دي قاعده في التكييف بتقبض مش عارفه قد ايه في الشهر. مش كده، الرضا مش بالفلوس، والسعاده مش بالمناصب. لو عندك رضا وعندك سعاده داخليه وتسامح نفسي داخلي، هتبقى مع المجتمع متسامح، هتعرف تطلع لقدام، هيبقى عندك نفسية كويسة ان انت تبني نفسك داخليا قبل خارجيا. فبيتهيالي دي برضو نقطة جزئية مهمة جدا طبعا، بس دي داخلة في علم يكون النفس اكتر. ان الواحد يكون من جوه كويس عشان يعرف يبني مجتمع، عشان يبقى راضي عن هويته. مظبوط. احنا مش عندنا شباب بتبقى عايزة تطلع تقول لك انا عايزة هاجر، حتى لو هجرة غير شرعية عندنا. ليه؟ ما عندوش تمسك بالهوية المصرية. شايف ان الهوية المصرية هي مش حاجة، مش هقول يتشرف بيها لان هي تشرف اي حد، بس مش شايف ان هي عاملة له حاجة في بلده، عشان هو مش شايفها بالمنظور الصح، او مفيش حد زرع فيه وهو صغير بلدك. برافو. التراب بلدك ده المفروض عرضك، شرفك. ما ينفعش تقول لا انا عايز اسيبها وحتى لو هموت في البحر اهون. لا، مش اهون. اهلك عايزينك، شعبك محتاج لك، بلدك محتاجه لك، انزل اشتغل. انا ضد ان هو يكون عنده تذبذب هويه بصراحه. احترم فيها فعلا التنشئه الاجتماعيه او تنشئه الاسره، دي من ضمن عوامل بناء الهويه فعلا الحقيقيه. خلينا الاول نحط محددات او نقول ايه الصعاب او التحديات او ايه المشكله في الهويه عندنا. قلنا في اختلاف في الاراء، ما عندناش حلول ثابته. يعني احنا لو فرضنا في حل معين، لو بعد ما نتفق على الحل هنلاقي آلية تحديد هذا الهدف اللي نقول الحل ده مختلفة جدا. فلبقى أول حاجة عشان فعلا يحصل في حالة من حالة الهوية، لابد يكون توصل للفرد وتوصل للإنسان العادي في حاجة اسمها المصلحة المشتركة. أنا من غيرك أقل، أنا وإنت هنبقى أحسن. ده جزء مهم جدا لابد ان كل الانسان المصري البسيط يعرفها. ممكن ندي مثال للانسان البسيط. انا لو واحد معايا فلوس وداخل بنك ومفيش موظف يستلم مني الفلوس يدخلها لي في حسابي، انا هفضل واقف ساعتين شغلي يتعطل. احنا دايره، لو تعبت مش هلاقي دكتور شاطر يكشف عليا فيديني علاج فابقى احسن. عايزه اتعلم مش هلاقي دكتور يدرس لي فابقى اشطر. احنا دايره بنكمل بعض. مظبوط. وزي ما قال الرسول، احنا كالبنيان المرصوص كلنا بنتراص مع بعض عشان نبني صرح معين، ويمكن دي هي هدف الهويه. خلينا نقول احنا في جبهة الهويه احنا عملنا ايه عشان يحصل في حاله من التوعيه. يمكن بدايه عملنا نشر هذه الهويه في داخل الجامعات ما بين جامعه القاهره واسكندريه وبني سويف وطنطا والشرقيه. يعني بتعملوا ندوات في الجامعات في قلب الجامعه، تنزلوا في الجامعه وتعملوا ندوه لجميع الشباب وجميع الكليات. كل الكليات. ويمكن خدنا بقى القيادات، كل الشباب عندنا حاجه اللي هو القيادات التنفيذيه كلها شباب. في حاجة اسمها عندنا اللي هو لجنة الحكماء اللي هي من الدكاترة ومن أصحاب الفكر، ولكن القيادة الحقيقية اللي ماسكة جبهة الهوية لها الشباب، هو اللي بينظم، هو اللي بيدعي الشباب، هو اللي بيحاول يحفز الشباب. ولو عملنا إحصائية لعدد جميع السكان في البلد هنلاقي النسبة الأكبر هي الشباب. ده 65%. بالظبط، هيبقى عنصر البلد اصلا الشباب. يبقى اول حاجه عملناها هي التوعيه بين الجامعه، لان عشان يحصل في تسلسل. بدينا بالجامعات، يمكن اقتصاد وعلوم سياسيه هي الاقتصاد، هي كانت البدايه وانتشرت في الجامعات كلها. تبنينا بقى بعض من الامور الحياتيه والحيويه في داخل المجتمع. يمكن اول حاجه عملنا حاجه اسمها مساعدين النواب. ساعتها كان بدايتها في 2015، كان البرلمان لسه بادئ، برلمان حقيقي بينم على الشعب. حاولنا تاخدوهم الطلبه ولا من الطلبه؟ احنا عملنا، ويمكن الدكتوره هلا السعيد والدكتور ادري في كليه اسكندريه والدكتور علي مسعود في بني سويف، ضرب فعلا شباب من قلب الكليات على مستوى الكليات كلها، تجاره، حقوق، اداب، كل الناس الطامعين يكونوا مساعدين النواب طبعا تطوعا، بيحاولوا يساعدوه النائب، يدوله نقول بحث او عن المشكله. دي جزئيه كمان عشان الطالب يقيم النائب،
هو شغال كويس ازاي، ايه الاعباء اللي بتقابلها، ايه المشاكل اللي بتداول في قلب البرلمان. من الجميل ان انتوا كده بتطلعوا شخصيات قياديه من الشباب، بتخليه شخص يعني قيادي، ما حدش هو اللي يديله اوامر. ده شيء لطيف جدا. حاولنا نخلي ما فيش حد يعني ولي على الشاب. صح. ولكن هو اللي يحاول يكتشف فين النائب الصح، فين النائب اللي بيحلم بيه يكون جاي في 2020، فين النائب اللي يدور يجور على مستقبله القادم. يمكن من عشرات السنين او من 10 سنين ما كناش بنلاقي الحريه في الراي ده. ده شيء طبيعي الحمد لله. خصوصا في الجامعات يعني. كان الشباب دايما لو عايز يبقى يقول مثلا رايه في اي شخصيه على فكره عندها حصانه. والله انا اشيد بالجامعات اللي انا دخلت فيها. انا ماليش صله باي جامعه، ولكن انا وده موجود على الصفحه بتاعتنا في جامعه الهويه، ان موجود في جامعه القاهره. شوف الطلبه دي كلها دخلنا بكل حريه، اتفضلوا لجميع الجامعات، في سواء اقتصاد علوم سياسيه او تجاره او حقوق او اعلام او الجامعه الافريقيه او اداره البحوث الافريقيه. الكلام ده موجود في اسكندريه، في اقتصاد برضو، وفي جامعه اسكندريه، في بني سويف، في الشرقيه، في طنطا، في البحيره، كل الكليات اللي احنا دخلناها حقيقه، في سوهاج، في الفيوم، وكل ده موجود ومرصود في على صفحه جبهه الهويه. كل الدكاتره وكل نقول القيادات سمحوا لنا اتفضلوا وقولوا اللي انتوا عايزين، وبيشوف فعلا اراء الشباب كلها زي ما قلت لحضرتك، كلها فيها قلب مصر حقيقي. الجانب الايجابي حتى لو بيشتكي من حاجات كتير هتلاقيه يقول لك انا بحبها، بس عندي 1 2 3. الحلو ان هو بقى عنده فرصه الشكوى يشتكي. الشكوى ده حلو على فكره. الشكوى مش وحشه، اشتكي بس تعالى ندور على الحل ايه. صح، هو ده اللي بندور عليه، ازاي تعالى ندور على الحل ومقابل الامكانيات المتاحه. ودي من الحاجه اللي احنا عملناها في اجابه الهويه. تعالى ننتقل لحاجه تانية. احنا مسكنا حاجه في عندنا الصحراء الغربيه، في عملنا مبادره حريه ارض، ودي في العالمين الرئيس عمل فيها مدينه العالمين. طبعا. بعد منها بحوالي نقول حوالي 35 كيلو، في اكتر من 1.5 مليون فدان عليهم الغام. يمكن معالي الوزير محمد الغرابي كان متبني الموضوع حتى بين الخارجيه وبين الجهاز المعنوي للجيش، وخدنا المعلومات دي وازاي نوصل للشباب من هم يعني الواقفين امام التنميه المصريه. صح، مين عدوك ومين اللي عايز يطلع بلدك لقدام؟ بالظبط كده. يمكن المنطقه دي سهله جدا ومنبسطه جدا، فيها ممكن الزراعه، المنطقه دي فيها بترول، المنطقه دي فيها ملح صخري، المنطقه دي فعلا حقيقي تقول اقل ما يجب فيها ان ممكن يحصل فيها استزراع في مياه جوفيه. المليون ونص دول اعاقه تنميه فعلا لمصر. دي موجود عليها بالظبط 29 مليون لغم أرضي، اللي هو بيزداد صعوبة كل ما يقدم أكتر، وعلى عمق كبير جدا أكتر من 3 متر. طب ليه يا دكتور ما بنحاولش إن احنا نحل مشكلة الأرض دي وإن احنا نستثمرها في أي حاجة تفيد البلد؟ خلينا نقول من أول الرئيس جمال عبد الناصر لغاية النهاردة بتتابع رؤساء بنطرح الموضوع ده. يا جماعة، وهم الإنجليز خاصة والألمان، تعالوا. يمكن في الألمان متجاوبين شوية، ولكن الإنجليز فيها تعجرف وعدم موافقة، ونعرض الكلام ده في الأمم المتحدة. خلينا نعرف إن في حاجة اسمها المجلس الدائم للأمم المتحدة، بيتكون من 5، منهم بريطانيا ومنهم أمريكا. نعرض الموضوع ده على جدول. بنعرض المشكلة ومش لاقيين حل. لا، بنعرض الموضوع ده عشان يطلق للمناقشة. ما بيتركش اصلا؟ يرفض. ليه؟ ما انت في اللجنه الدائمه فيها 5، يقول لك لا 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 سيب الموضوع ده، ما حدش يجمه. من يعني من بريطانيا ومن امريكا. من بريطانيا والاساسا بريطانيا، ودي عضو دائم في الامم المتحده. طيب هم فعلا هم يحلوا ليه؟ ولا يناقشوا ليه؟ ولا يحسنوا الدوله ليه؟ عشان كده يا دكتور انا قصدت النهارده ابتدي حلقتي مع مشاهدينا الكرام بالهويه المصريه. الهويه المصريه بتميزنا عن اي بلد تانية، ان انت الوحيد اللي هتعرف تطلع البلد دي لقدام. بالزبط. انت الوحيد لو عندك انتماء لبلدك هتطلعها لقدام. انا بشكرك جدا يا دكتور جدا، حضرتك فدت الناس، فدت المشاهد. يمكن بدايه حلقه نتكلم في الهويه المصريه دي حاجه مشرفه. انا شخصيا بتشرف بجد، مش عشان قاعده على منبر اعلامي، اقسم بالله ابدا. انا بتشرف ان انا مصريه، ولما بسافر اي دوله خارج مصر بتشرف ان انا بقول ان انا مصريه. وهنطلع دلوقتي نستقبل ضيوفنا، وهي
شيرين عبد القادر المحامية وأحمد خض خبير التنمية البشرية، هيناقشونا في موضوع يخص المرأة وموضوع يخص النفسية.